شيلة بمناسبة حصول الابن مهنا بن عبد العزيز المهنا على شهادة الدكتوراه إهداء من أمك سارة أم مهنا. يا بيوت الشعر نبغى لنا قاف جديد من جزيل القافية رقال روس طوالها في مدح حرن يجيب الجزيلات ويصيد أبو عبد العزيز والسماني طالها أبو عبد العزيز والسماني طالها يا بيوت الشعر نبغى لنا قف جديد من جزيل القافية رجال الروس طالها في مدح حرن يجيب الجزيلة ويصيب أبو عبد العزيز نال السماني طالها يوم حاز الدكتورة إن هذا يوم عيد من عقب طول السنين الشهادة نالها فلسفة التربية الخاصة مجالها أكيد تشهد أمريكا بعلوم جزيلة طالها العزيمة والإرادة وعزم الحديد حازم همنا كل جزرة سنين طالها فيكي يا الدكتور نفخر ونتباهى ونشيد وانت رمز الطيب والجود فخر رجالها يا أنس المنيل ما الطيب فاليوم العزيز عبد العزيز المنيل جد ثقيل شعرها والنعم فخوكم همناد عبيدك فالمسير الصعيد على بغاها يفد قبالها من قوي زيد النشام ويا نعم العشير الرجال اللي تنوش السما بحالها فيك تنخر النقود قلبها لك لك سعيد أم مهنا وتدعي الله لك بليالها والتهاني من خواتك بأبيات القصيد النجوم اللي تزين السماء إقبالها زوجتك أفراحها كبرها الكون تزيد الأصيل اللي نبيل البدر بخصالها يا بيوت الشعر نبغى لنا قف جديد من جزيل القافية رقال روس طالها في مدح حر يجيب الجزيلة ويصيب أبو عبد العزيز نال السماء طالها يوم حاز الدكتورة فلسفات التربية الخاصة مجالها أكيد تشهد أمريكا بعلوم جزيلة طالها العزيمة والإرادة وعزم الحديد حازم همنا كل جزرة سنين طالها فيكي يا الدكتور ناخر ونتفه ونشيد وانت رمز الطيب والجود فخر رجالها يا أنس المنيل ما الطيب فاليوم العزيز عبد العزيز المنيل جد ثقيل شالها والنعم فخوكم هناد عظيمك المسير الصعيد لا ضغاها يفك قبالها من قوي زيد النشام ويا نعم العشير الرجال اللي جنوش السما بحالها فيك تفخر امك قلبها لجلك سعيد ام مهنا وتدعي الله لك بليالها والتهاني من خواتك بابيات القصيد النجوم اللي تزين السماء بقبالها زوجتك أفراحها كبرها الكون تزيد الأصيل اللي مثيل البدر بخصالها الزفرات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021